لعبة دراغون بول سباركن زيرو مكسر السوق، وراح أعطيكم الآن نصائح للمبتدئين والمحترفين عشان تقدرون تبدعون في اللعبة. أول نصيحة بعطيكم إياها ومتأكد الكثير عانى منها هي كيف تقدر تهزم الغوريلا فيجيتا في طور القصة. مشكلته أنه كبير وقوي، وإذا واجهته وجه لوجه راح يمسك ويسبب لك ضرر كبير. عشان تفوز عليه بكل بساطة فعل تحول سباركنج، واللي تقدر تسويه بأنك تشحن طاقتك لما يكون عندك واحد أو أكثر في مقياس المهارة، وبعدها أضرب فيجيتا الغوريلا بضربات متتالية ورا بعض، وقبل ما انتهي العداد استخدم الكاميهاميها القوية وانحاش وكرر العملية إلين تفوز عليه. ثاني نصيحة، اختار التحكم المناسب لك. اللعبة بتعطيك خيارين، الستاندرد والكلاسيك. الفرق بينهم في طريقة اللعب، يعني أنا شخصيا أنصحك إذا أنت أول مرة تلعب ألعاب دراغون بول تنكايتشي أنك تختار المود القياسي أو الستاندرد. أما إذا كنت شخص لعبتهم من قبل فطبعا اختار الكلاسيك أفضل لك، وفي النهاية راح تتعود على التحكم والاثنين ممتازين ويفهمون بالغرض بشكل ممتاز. وايضا في خيارات اضافيه مساعده تكون موجوده في امكانيات الوصول، هذه مفيده للمبتدئين، لكن انا شخصيا انصحكم انكم تطفونها كلها وتحطونها تعطيل، لانها تشتغل اوتوماتيك داخل اللعبه، يصد عن نفسك ويبعد عن نفسك، فما راح تبدع فيها ولا راح تقدر انك تصير افضل في اللعبه، فالافضل انك تطفيها وتخليها كلها معطله. ثالث نصيحه، هي اول ما تشغل اللعبه على طول روح الى العم بيكولو وخلص كل التدريبات اللي عنده. صدقوني هذه من أهم الأشياء اللي كثير ناس يسحبون عليها. اللعبة فيها نظام لعب معقد وعميق، وفي تدريبات بيكولو راح يعلمك كل شيء فيها، وبتندهش كيف أن أكثرها لها أكثر من فائدة في الاستخدام. وإذا خلص من كل التدريبات بيكون عندك معلومات كبيرة عن أسلوب اللعب وراح تبدع فيها. اعتمد على تفعيل نظام السباركينج في اللعبة. نظام السباركينج يجيك إذا كان عندك رقم واحد أو أكثر في عداد المهارة وشحن طاقتك، وبتصير تشحنها زيادة وتتحول إلى سباركينج. في هذا المود الضربات والكومبوهات تقدر تسويها لوقت أكثر ولا تنقطع منك، وأيضا يكون عندك ضربة قاضية جديدة تقدر تستخدمها، وأنصح تستخدمها في آخر عداد السباركينج، يعني قبل ما يخلص استخدم الضربة القاضية. استخدم الصد في اللعبة، أنا عارف أن هذا حاجة بديهية بس صدقوني الصد في اللعبة من أهم الأشياء. اللعبة فيها زر صد وأيضا نظام صد متنوع، تقدر تصد ضربات فوق ضربات تحت، تستخدم كاونتر قوي، كل هذا تتعلمه عند بيكولو، لكن دائما ركز على الصد لأن الصد يقدر ينقذك حتى من الموت وتقلب النتيجة بسرعة ضد العدو، كل هذا عشانك صديت. لا تهمل حركات الأسهم الخاصة في الشخصيات، كل شخصية فيها حركتين أسهم تكون لها فائدة دفاعية أو هجومية أو حتى تعطيك قوة خاصة، بعضهم جدا مهم ويستخدم ثلاث نقاط مهارة، مثلا تحول جوكو السوبر ساين حق زد لو استخدمت حركة الأسهم أنا غاضب راح يتحول إلى نمط السباركينج على طول، ومو بس كذا راح يكون عنده بفات كثيرة تتقوى في الضرب والدفاع وكل شيء، عكس ما أنك لما تتحول سباركينج بالطريقة العادية ما راح يكون عندك هذه البفات، فدائما استخدم نظام الأسهم. في طور الحلقات تقدر أنك تفتح طريقة قصة جديدة من داخلها يعطيك حلقات وات إف أو ماذا لو يحدث، وهي عبارة عن قصة أصلية ما جت في الأنمي وتفيدك أنك تطلع شخصيات سرية مثل سوبر ساين فور فيجيتا، وعشان تروح لها لازم يكون في علامة سهمين خضر على الخريطة تريك ان هذه الحلقة بيكون فيها اتجاهين، وطبعا لازم تستكشف كيف تروح. عشان تروح احد اتجاهين يا انك تفوز على ردس مثلا في الوقت المناسب او انك تصمد امامه لوقت معين، وبعدها بتروح الى مسار كامل جديد قصة طويلة تخلصها وتعطيك نهاية شخصية او هدية وبعدين تروفي. هذه كانت النصائح للمبتدئين في لعبة دراغون بول سباركينج زيرو، أتمنى تكونوا استفدتوا منها وراح تبدعون فيها. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.